انا سعد المجرد جلادوخ، كيعجبني داك الانسان لا ترابيه ولا عائلته ولا نقي ولا افكاره، بغض النظر على داكشي اللي كانوا كيقولوا عليه، داكشي ما في داك الوليد الله يحفظه والله يصلحه لمامته والبابا. لا شانسون هذه بدل الاخرانيه هذه انا يلا سمعتها معاك، اكتشفتها معاك، سما في بليزير لان سي اون تري بيل شانسون. طريقه باش يغنيها هو وكيفاش يديها هو، لا هو ولا اليسا، مي هو تبارك الله عليه الله يرضي عليه تيعطينا واحد عطينا واحد القيمه. حنا بدا كمغاربه حنا كنفتخروا بداك الوليد، انا ولا حنا مجموعه ديال الناس اللي كنبغيو سعد المجرد كنفتخروا بداك الوليد الله يحفظه والله يستره والله يسهل عليه في المسيره ديالو، لانه الى كلكان دو جينيال يستاهل كل الخير، داك الولد يستاهل كل الخير. اي لا شانسون الي مانيفيك، لا شانسون الي مانيفيك، انا عجبتني بزاف، لا هو ولا اليسا، مي هو الصوت ديالو كيفاش وكما اي شانط ما شاء الله عليه الله يسهل عليه. اول مره حدايا لهنا كي كان الاحساس ديالك؟ تبورجت، راك شتيني تبورجت، انا يا انا جو لادور، انا داك الوليد تيعجبني بالاغاني باسلوبه فاش كان في موازين كنحضروا له، انا داك الوليد انا تيعجبوني. شي رساله ليه من هذا المنبر؟ انا شي رساله ليه، الله يحفظك يا سعد ولدي، الله يسهل عليك والله يغلبك على من عادك والله يخليك ديما في القمه ومشرف المغاربه، الله يسترك يا ولدي. انا سعد مجرد غزال، مغني شغنقول لك عظيم ويستاهل الفنان بمعنى الكلمه. وشنو رايك في الفيديو كليب اللي هو اليسا؟ غزالي يعني تبارك الله عليهم، كنتمنى له يكون يزيد القدام. شنو الرساله ديالك من هذا المنبر هذا الفنان سعد مجرد؟ سعد مجرد كنحماقوا عليه حنا كمغاربه كاملين، كنموتوا عليه هو الفنانه ديالنا، والله يسهل عليه الله يكمل له بخير. سعد المجرد تبارك الله تيبان لي فنان صاعد وفنان اللي وصل بواحد الطريقه اللي تبارك الله، هو الفنان اللي تيبان لي هو اللي تيبان لي كاين صراحه الله، هو اللي تيبان لي كاين، وتبارك الله راه دابا الفيديو كليب اللي دار الاخر تبارك الله كاين، راه في ظرف اسبوع ضرب طوندوس تبارك الله، وتيبان لي انا هو احسن فنان. شنو الراي ديالك في الفيديو كليب اللي هو اليسا؟ صراحة طوب والله، أحسن فيديو كليب شو دارو هو هاد. بالنسبة لهذا الفيديو كليب ديال سعد المجرد وإليسا، هو ماشي غريب سعد المجرد على مواقع التواصل الاجتماعي أو لي ريزو سوسيو، هو سعد المجرد ديما كنشوفو هو الأول في طوندونس، وهذا الفيديو كليب حقق واحد نسبة المشاهدة اللي تبارك الله يعني حركت المشاعر في الناس اللي ما عندهمش الاحساس والمشاعر رفقة الفنانة الكبيرة اليسا، يعني كنتمنوا لهم مزيدا من التألق والنجاح ان شاء الله، ولما لا نشوفوا اعمال جديدة، يعني رغم اننا كنشوفوا سعد مجرد كيبغيو يحطموا شي جهات الا انه استطاع انه يحقق نسبة النجاح ونسبة المشاهدات، حظ موفق لهم بجوج. السلام عليكم خويا، شفت الكليب وي هو بان لي فيه سعد المجرد زاد شي شوية من التعانق، والسيدة راه كبار منه وانتم عارفين المشكل اللي خلى شويه الضجه يهضروا الناس على هذا، ولكن الكليب تبارك الله راه ضرب واحد نسبه المشاهده في القناه ديال اليسا الصراحه في يومين ما عرفت في 3 ايام ضرب واحد 10 المليون، ما تلقات اليسا ما كانتش تتوقع هاد لي فيو كاملين. صراحة هو واحد الفنان يعني مغربي وعزيز علينا بزاف، كنعتبروه فنان يعني ولد بحالنا يعني ولد الشعب، وكاع الاغاني ديالو زوينين كلهم كيعجبونا، وبغينا حنا ديما يكون التفوق ويكون ديما ان شاء الله فوق الفوق. شنو الراي ديالك في الفيديو كليب اللي هو اليسا؟ صراحة زوين المرتبة الأولى لمدة ديال 7 أيام. تصنت لي صراحة عجبني بزاف كله أحاسيس، وخصوصا مع ديك الممثلة اليسا اللي مشهورة بزاف، ونتمناو لي التوفيق أكثر، وصراحة فيديو كليب زوين بزاف. شكون اللي طلع على الاخر نسبه المشاهدين ديال اليسا ولا سعد المجرد؟ اكيد ولاد سعد المجرد، حيت هو تبارك الله عنده ما يقول. شنو الرساله ديالهم من هذا المنبر؟ كنقول ليه تبارك الله عليك والله يخليك ديما الفوق الفوق وصافي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.